عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر المتمثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي لفيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن قضية سرقة هاتف نقال بالخف، تعريض حياة الغير للخطر بالانتهاك البين لواجب من واجبات السلامة المنصوص عليه قانونا، زرع الرعب في نفوس المواطنين. وبالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المختصة إقليميا باشرت ذات المصالح التحريات في القضية من خلال استغلال الوسائل التقنية تم التعرف على المشتبه فيه وتوقيفه. بعد استكمال الإجراءات الجزائية سيتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا.